انا مستغرب يعني ايه اللي شافوه فيك وانت في سن 11 سنه لسه ما خدتش. انا ما كنتش متوقع برضه. نصيب. نصيب طبعا. نصيب. ورحت زي ما قلت لحضرتك، رحت النادي الاهلي الجزيره، طبعا كان اول مره اخش، انبهار ليا بشوف النادي الاهلي، بشوف برج القاهره، طبعا ما كنتش اول مره اشوف في حياتي اللي هو جوه النادي، يعني ده جوه النادي انا كنت فاكره طبعا بعيد عن النادي. دخلت الكابتن احمد رجب الملعب، سلم عليا، اتفضل، وايه الاخبار، طب يلا خش يلا اوضه اللبس غير. كان ساعتها اول مره اللي وداني اوضه اللبس والتلات ارباع ناس ما يعرفوش الموضوع ده كان احمد صلاح. اللي خدك من ايدك اوضه اللبس احمد صلاح، فتح لك باب المجد. مظبوط، احمد صلاح هو اول واحد خدني. كابتن احمد رجب كلمه، احمد طبعا اقدم مني طبعا في النادي بحكم اخواته طبعا، طبعا لعيبه كبار طبعا في النادي الاهلي، و محمد ومظبوط كابتن هشام وكابتن ياسر صلاح ومحمد صلاح. فاحمد خدني وداني اوضه اللبس، راح مطلع عليه طبعا عم محمد كان هو اللي ماسك اوضه اللبس. فاكر اوضه اللبس كانت فين؟ اللي تحت البسين على طول. تمام. اول واحده طبعا. صح. رحت غيرت فيها، يعني ابتديت اول يوم ابتديت الدنيا، حابب الجو، حابب الدنيا. كان اول مره تمسك كره طائره في حياتك؟ اول مره امسكها. واللي فتح لك اوضه اللبس احمد صلاح. احمد ولا صلاح خش اول معايا تعالى بعد المجد كله. سبحان الله بقى، يعني ترجع بين الزمن رسائل. بالبدايه سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني هم يعني مقسم كل حاجه وكاتب كل حاجه بالله. طبعا ونعم بالله. ابتدينا بقى خلاص، يعني ابتديت احب اللعبه طبعا. كان جاي معايا صحابي برضو، ناس ما توفقتش في الكوره دخلت معايا في نفس الموضوع، بقى انا بنلعب فولي، وبعد ما نخلص تمرين الفولي طبعا بنمشي من النادي متاخر، بنلعب كوره، بنلعب باسكت، فخلاص بقى الجو انت حبيته. حبيت بقى الجو خلاص، يعني انت جاي راح تلعب لوحده، تلعب لعبه واحده، بقى بتلعب كل حاجه، بقى بتصاحب على الناس، بتعمل صحاب في النادي، الحمد لله رب العالمين، يعني صاحبت ناس كتير وحبيت الموضوع خلاص بقى. يعني خلاص دخلت بقيت بروح من الصبح النادي زي ما حضرتك عارف، يعني طبعا بيبتدي من الساعه 12 واحده، بروح النادي هو بيقفل النور، تفطر وتتغدى الساعه 12 بالليل بكون روحت خلاص. طبعا بيبقى اليوم بقى خلاص يعني وجبه دسمه في كل حاجه مع صحيح. الصحاب وكل الرياضات بتقضيها. انت ممكن تخلص تمرين تنزل البسين. مظبوط. وكمان انا لعبت العاب قوه يعني مع الكابتن ياسر داوود طبعا، حبيبي طبعا. طبعا واخ كبير، تعالى لي بقى، تعالى لي عزيز ومحترم على قلبي جدا كابتن ياسر داوود، رئيس الجهاز دلوقتي. العاب حبيبي. لعبت معاه 24 لعب كوره، كنت بلعب 100 متر. لا استنى، ده سنه كام قبل الكوره؟ اصل اخت منك. لا لا يعني ابتديت 93 ابتديت فولي، وانا بلعب في الفولي طبعا. حضرتك زمان كان كل المدربين لو شايف حد خامه ممكن تكون كويسه يقول لك تعالى جرب. ابتديت برضه مع كابتن ياسر 4 شهور. لعبت خلاص بقى وقت. ايه طب اي 100 متر؟ 100 متر بس ما تسجلتش طبعا، كل ده كان تمرين. تمرين بتجرب. مظبوط. هو كان عايز يلعبني 100 متر، كابتن ياسر كان مؤمن بموهبتي وقال لي انت هتبقى حاجه كويسه برضك. انت بتكلمني والله قصه ينفع تنفع فيلم فيلم سينمائي بجد مش هزار. يعني لما اسامي انت بتقولها لي كابتن احمد رجب الله يرحمه، وبتكلمني عن احمد صلاح زميلك. مظبوط. وانا قلت ان هو شريك حياتك في الكره الطائره. هو سبحان الله هو مع بعض انتوا في كل شيء، وبيفتح لك بقى اوضه اللبس وبتبتدوا مع بعض. وكابتن ياسر داوود رئيس جهاز بيقول لك تعالى بقى العب كوره. الموضوع طبعا موضوع طبعا يعني طبعا تعمل فيلم طبعا. طب بدانا الكره الطائره حلو 11 سنه حلو. اول اول حاجه لعبتها 13، يعني انا كان سني 12 لعبت 13. صعدوك؟ لا لعبت 13 سنة. سنك تحت 13 عندك 12. لعبت 13 سنه. يعني انت اول ما رحت اتمرنت لك شهرين ثلاثه وبدات تلعب لعبوك على طول؟ 4 شهور بالظبط، يعني كنت رايح في الصيف شهر 5 الموسم 3 شهر 9 مع دخول المدارس. ياكد الموهبه الحمد لله. انت اتعلمت اللعبه في 4 شهور شاركوك. مظبوط.